مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. شكرا سلمان. تتجسد المشاعر أكثر عندما تتحدد الأهداف وتمتزج التضحيات لتحقيق هذه الأهداف. تتجسد المشاعر أكثر عندما نعرف أن هناك مؤامرة تحاك ضد وطن، فيقوم الكل والجميع من أجل الدفاع عن هذا الوطن ومستقبل هذا الوطن وأبناء هذا الوطن. تتجسد المشاعر الأخوية أكثر عندما يستشعر المرء خطورة ما يحاك من مؤامرات ضد أوطاننا العربية، فتقوم العديد من التكتلات المحبة للخير لصد هذه المؤامرات وهذه الاعتداءات ومعاول الشر التي حاولت أن تهدم هنا وهناك ولا زالت تحاول. نرحب بكم أجمل وأرق ترحيب في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج. شكرا سلمان. كما نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ باسم الحكيمي، عضو مؤتمر الرياض. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخي الكريم. حقيقة هذا البرنامج يأتي تماشيا مع تلك المشاعر الجياشة التي تلازمت حقيقة مع عاصفة الحزم، وهي عاصفة الشكر مستمرة في كثير من فعالياتها. نبدأ كالمعتاد، نحن عاصفة مشاعر كما سميت منذ انطلاقتها الأولى، وهذا البرنامج يجسد ترجمة في زاوية معينة أو نافذة من نوافذ المشاعر المعينة التي ترتسم لدى أبناء الشعب اليمني. لماذا؟ شكرا سلمان. لكن نبدأ من النقطة الأولى، عندما كانت مشاعرنا قد وصلت إلى حالة من اليأس، كانت مشاعرنا وصلت إلى حالة من الضعف، كانت مشاعرنا وصلت إلى حالة من لا نقول استسلام ولكن من الذهول الذي حدث في بلدنا بعد أن رأينا جحافل من ميليشيات تغزو المحافظات وتدمر المؤسسات وتعيث في الأرض فسادا. فكان يوم 26 مارس 2015. أخي باسم، أين كنت؟ كيف كنت تقرأ المشهد كصحفي، كمتابع، كإنسان، كمواطن يمني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أرحب بك أخي الكريم ومشاهدين قناة عدن الفضائية. الحقيقة يوم 26 هو يوم تاريخي، بعد أن بلغت القلوب الحناجر وبعد أن سقطت المحافظات اليمنية بيد ميليشيات الحوثي ومغول العصر، انتشروا في كل المحافظات، قتلوا اليمنيين في كل المحافظات، وصلوا إلى عدن. كان هناك حالة إحباط لدى المتابع للشأن اليمني وللسياسيين وكذلك حتى للمواطن البسيط، بعد أن رأى أنه انهارت كل الأسوار والميليشيات توسعت بقوة السلاح، المؤسسة العسكرية انهارت، لم يقف المقاومة، لم تكن قد تخلقت بشكلها الموجود عليها الآن. فكان هناك حالة إحباط وحالة إرباك لدى الشارع اليمني، وحتى المقاومة التي كانت قد تخلقت في مارب وفي بعض الجبهات أصابها بعض الانهيار النفسي نوعا ما. مع إن طارت طائرات التحالف بعد الساعة 12 من 26 مارس، وأنا كنت أتذكر كنت في عدن غطي الأحداث هناك في منطقة كريتر، وبدأت تقصف قاعدة الديلم الجوية ومطار صنعاء وتقصف أهداف عسكرية بدقة، حتى بدأ الناس يلتقطون الأمل ويستعيدون الحرية من جديد واستبشروا خيرا بهذا التدخل، لأنه كان في اللحظات الأخيرة من مسار تفاوضي أوروبي غربي لإعادة تقسيم المنطقة لصالح النفوذ الإيراني. الحقيقة أنا أقول أن التدخل الخليجي عن طريق عاصفة العزم جاء في الدقيقة الأخيرة من المسار التفاوضي الغربي الإيراني فيما يخص الملف الإيراني. كان هناك اتفاق ما بين الأوروبيين والإيرانيين وعلى أن يتم إعادة تقسيم المنطقة لصالح النفوذ الإيراني، مقابل أن تتنازل إيران عن تخصيب اليورانيوم وتخفض أجهزة الطرز المركزي المعروف بالاتفاق النووي. فكان فحوى الاتفاق ذلك، كان الأوروبيين أنفسهم تفاجأوا من هذا التدخل الخليجي لأنهم لم يتعودوا على أن يكون هناك موقف عربي تجاه القضايا في المنطقة. لكن عاصفة الحزم أربكت كل المشاريع وأوقفت كل الاتفاقيات وعادت تقسيم المنطقة وعادت اللعب السياسي من جديد. وبالتالي يوم 26 مارس هو يوم تاريخي بامتياز، هو يوم تحول للمنطقة، هو يوم لتخلق المشروع العربي الأكبر الذي تسعى إليه الأمة لمواجهة المشروع الإيراني وللوقوف أمام التحديات التي تحاك من المجتمع الخارجي ضد الشعوب العربية. نعم. وتقسيمها يعني لصالح نفوذها. يعني حقيقة هذا التحليل الدقيق للمشهد من الخارج، خلينا ندخل إلى الداخل. يعني كانت
فرقاء العمل السياسي، الأحزاب السياسية في البلد، الذين تجبروا وطغوا كون أنهم يمتلكون عدد من الآليات العسكرية التي نهبوها، واستخدموا الطائرات لقصف المعاشيق، وها هم يعلنون التعبئة العامة. هذه كيف كنت تستقبل كل تلك الإشارات السلبية، ومن ثم أتت إشارة إيجابية بنت نوعا ما، عادت الثقة للمواطن، عادت الروح، ممكن هناك من وصل إلى حالة من الشعور بالانهزام تجاه تلك الجحافل، لكن فجأة تحول كل شيء. أنا كما قلت لك كانت خليني أدخل أتكلم عن مشاعرك الشخصية يعني. أنا سأقول لك يعني كان هناك أنا كمتابع كان هنا كنا نقرأ الأوضاع العسكرية والسياسية والميدانية والرصد. هل كنت كنا بصراحة أنا واحد من الذين لم أتوقع على الإطلاق التدخل على الخليجي بهذه القوة، كنت أظن أنه بعد اجتياح المحافظات أنه سيتم ترتيب الأوراق؟ سيتم ترتيب الأوراق وستتخلق مقاومة، لكن كان باعتقادي أن هذه المقاومة ستكون بسيطة، ستضرب بالبراميل المتفجرة كما يفعل بشار الأسد في سوريا. كنت أتوقع الطيران الحربي معهم، الألوية العسكرية معهم، المخازن معهم، الدبابات، المدرعات، ما فيش، المؤسسة العسكرية كلها تم إنشائها على أساس مذهبي، وبالتالي كنا نتصور المشهد أنه انتهى الوضع. صحيح كنا نقول انه ستنشا مقاومه لكن يحتاج الى تراكم وقت لان يرتب الناس اوضاعهم ليقوموا من جديد، كنت ادرك ان المساله من الناحيه العسكريه والسياسيه معقده جدا، كنت ادرك ان المواقف الدوليه التي كانت مع القرار الدولي والمبادره الخليجيه ما ان انتشر الحوثيين بداوا يتراجعوا، تلك المواقف بدات تتراجع وبداوا يعترفوا بالامر الواقع. يتعاملون يتماهون. طبعا مع الامر الواقع، وسمعنا تصريحات قبل 26 سبتمبر تصريحات من دبلوماسيين دوليين من الدول مجلس الامن انها بدات قبل 21 طبعا قبل لا لا قبل 26 مارس قبل عاصفة الحزم. نعم نعم كانت بعد التصريحات الأوروبية بدأت تتعامل مع الأمر الواقع مع سياسة الأمر القوى، فكنا ندرك جيدا أنه لنجاح التحول السياسي في اليمن نحتاج إلى دعم دولي، نحتاج إلى قوة سياسية عسكرية على الأرض، نحتاج إلى أحزاب سياسية مرتبة. رأينا الأحزاب بعضها يعني الأحزاب انقسمت، بعض الأحزاب حدث فيها انقسام، بعض منها راحت مع جماعات الحوثي الاحزاب الضعيفه، وراينا ان القوى السياسيه لغرض مكايدات سياسيه، ليس الا يعني لا علاقه بالوطن والوطنيه والولاء الوطني، مكايدات سياسيه، وبعضها لم يكن لديها ولاء وطني حقيقي، والا مهما كان الطرف الاخر قد وصل الى القوى لا ينبغي، هي مواقف ومبادئ وقيم نناضل من اجلها، مهما بلغ الحوثي لن اتمترس مع مشروع سلالي طائفي امامي، لكن بعض الاحزاب انشطرت وجزء منها راح مع ميليشيات الحوثي، رأينا القوى السياسية في حالة منهكة، رأينا الشارع في حالة انهاك إمكانية التعبير ورفض الانقلاب عن طريق المظاهرات السلمية أصبح غير مجدي في هذه اللحظات لأنه أصبحت البندقية هي من تتكلم، رأينا المقاومة لا تمتلك السلاح وأنها بدأت تتخلق بشكل عفوي، ولا يوجد مؤسسة عسكرية موالية للشرعية يمكن أن تقف على الانقلاب، ولا يوجد دعم دولي للمواقف الدولية، فكان حالة انهيار كامل. وكان حالة يأس وإحباط. أنا كمتابع كان يعني كنا نقرأ هكذا يعني من خلال قراءتنا الوضع أنه الوضع أفق مسدود. فما إن طلعت عاصفة الحزب بعد الساعة 12 بعد يوم 26 مارس حتى انطلق الأفق السياسي وبدأ يتخلق مشروع العربي وبدأت الأزمة تتخلق وبدأت المقاومة كيف وصلت تتشكل. كيف وصلت الأخبار لديك؟ كانت الأخبار يعني هل اتصل لك شخص؟ هل رأيتها في التلفزيون بالصدفة؟ أتذكر يوم 26 الساعة 12 ونص بعد أول ضربة على قاعدة الديلمي الجوية، بعد ما عرفنا أنه هناك عاصفة الحزب تم الإعلان عنها في قناة العربية، أول بوست كتبته من شدة الفرحة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، عرفت أنه هنا المشروع بدأ يتخلق. جميل جميل. هنا المشروع بدأ يتخلق وأن نحن أمام قائد استثنائي في المنطقة سيوحد كل الجهود العربية وسيوقف المشروع الإيراني. فكان هذه أول كلمة قلتها في الساعة 12 ونص تقريبا بعد الضربة الأولى على قاعدة أنت كنت في عدن؟ أنا كنت في عدن في كريتر، كنت أغطي أحداث المقاومة هناك في كريتر وفي المنصورة وفي التواي. فكان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان صدى التعليقات يعني؟ فدخل اللي دخل يعلق لي، فكان طبعا بعد تقريبا الى الساعه واحدة بعض الناس عادوا ما تشكلش يعني ما هو مش عارف ايش اللي حاصل، ايش اللي حصل، الانفجارات في كل مكان. انا تقريبا في الخمس دقائق الاولى على طول شفت الخبر وعرفت الموضوع انه هناك تدخل عربي، وشفت القناه العربيه فانسد يعني الافق انفتح
وكان يعني اتذكر هذا البستان اعتبر بستان تاريخي، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. دخل الشباب يعلقوا يقولوا ايش يعني، قلت لهم نحن امام قائد تاريخي ونحن امام لحظات تاريخيه، والمشروع الايراني سيتوقف في اليمن بهذا التدخل، وفعلا يعني تم اجهاض المشروع الايراني في اليمن. نعم، يعني لحظات حاسمة تاريخية، وضع كان يعني مزري بالنسبة لكثير، ليس النخب السياسية حتى المواطنين، يعني فجأة بدأت الأمور تترتب. ماذا كنت تتوقع؟ أنا بعد ما بدأت بعد ما جاءت عاصفة الحزم، طبعا كانت المقاومة موجودة تقريبا، مقاومة مأرب الوحيدة اللي كانت مرتبة وفي شكل مؤسسي عسكري، كانت المقاومة في عدن، كنت أنا موجود هناك. كان في إشكالية، أنا طلعت أتذكر على القناة العربية، كان أول ما بدأوا الحوثيين يدخلون إلى عدن ما كان في سلاح، الناس في عدن بطبيعتهم مدنيين ما يجنحوش إلى العنف، فكان في إشكالية، أنا طلعت أتكلم إنه على القناة العربية، أتذكر كان معي مداخلة هاتفية، قلت الآن لابد من فتح مخازن السلاح، الرئيس كان قد انتقل إلى السعودية، فقلت لابد من فتح مخازن السلاح والتوجه الناس لابد أن يذهبوا إلى 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 جبل حديد، وفعلا الناس بدأت الفكرة يروج لها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لابد من اقتحام جبل حديد لأنه كان داخله أسلحة يعني مليان في الأسلحة، خصوصا أسلحة الكلاشنكوف اللي يحتاجها المقاتلون، ففعلا راحوا لهناك ووقعت يعني شهداء، سقطوا أكثر من 200 شهيد أثناء الاحتكاك في الشرطة العسكرية اللي كانت تسيطر على جبل حديد، وبعد ذلك فتح. تفجيرات، أيضا لا تفجيرات. تفجيرات كانت في اليوم الثالث، نعم، طبعا اللي فجر هو حافظ السقاف، بعد ما بدأ الناس اليوم الأول واليوم الثالث تتسلح سلاح الكلاشنكوف بدأوا ينتشروا في الجبهات، وبدأت الحوثي يواجه مقاومة داخل عدن. عبد الحافظ السقاف، هذه معلومات مؤكدة، ضرب على الجبل الحديد بصاروخ كاتيوشا من البريقة، فعلى أساس يوقف مسألة التسليح للمقاومة لأنه أدرك أنه الناس بتتسلح، كان يتوقع أنه عدن ستسلم بالورود وأنه ما فيش الناس ما فيش معهم سلاح، وبالتالي إمكانية المقاومة ستكون ضعيفة في عدن، شعب مدني سيكون لو كان في مقاومة ستأخذ الطابع السلمي، لكن بعد أن فتحت المخازن تسلحت الناس، تخلقت المقاومة، بدأت تقسم إلى مربعات أمنية، بدأت تترتب، بدأ الحوثيين يخسرون كل يوم على مستوى الأفراد والمعدات، بدأ يعني ملامح النصر تتشكل في عدن، وبعد ذلك جاء التحالف والإمارات ودعموا مجموعات معدات بعد قد تخلقت المقاومة، حدث النصر في عدن. نعم، راقبت الوضع الميداني في الداخل، كيف راقبت انعكاسات وردود أفعال الدول التي كانت بدأت تتماهى مع مشروع الحوثي؟ طبعا بعد التدخل في عن طريق عاصفة الحزم، بدأت المواقف، أولا إيران يعني ظهرت في حالة هستيريا، إيران لم تستوعب الضربة على الإيران، لم تكن مدرجة ضمن السيناريوهات هذه، لم تكن تتصور أنه سيكون هناك تدخل سعودي، هي في مخيلتها أن النظام السعودي يعني نظام يجنح للسلم، مسألة الصدام لا يتميز بهذا النظام، لا يتميز بالصدام على الأطراف الدولية ولا الأطراف نعم. الإقليمية، فكان التدخل هذا أربك، حتى أنا أتذكر رفسنجاني ظهر أصدر تصريح، وخامنائي أصدروا تصريح أنهم طالبوا بوقف العدوان، أربك الوضع، الأمريكان أنفسهم ظلوا أسبوع لازم ملتزمين الصمت، ما هم مستوعبين لأن الضربة كانت يعني خاطفة وعلى فكرة كانت مدروسة لم تكن عفوية، يعني في أول يوم طلعت الطائرة إلى صنعاء تقريبا أكثر من 30 هدف أصابت كلها أهداف دقيقة، معناته أنه كان في قاعدة بيانات معلومات تجهيز من أيام سابقة، وأنا أعتقد بعد زيارة الرئيس التركي أردوغان الملك سلمان قبل عاصفة الحزب بأسبوعين كان تم الترتيب للعملية، فالروس أنفسهم كانوا يعتبروا انه على اعتبار انه الحوثيين شريك لايران، وايران تعتبر ذراع روسيا في المنطقه، تستخدمها في التحرش في الولايات المتحده الامريكيه، ازعجهم التدخل التحالف العربي. بدات المواقف الدوليه تتحدث ويضج مسامعنا عن موضوع سقوط ضحايا مدنيين من قبل طيران التحالف، وبدات المؤامره الدوليه ضد عاصفه الحزم، محاولات ايقاف عاصمه الحزم، هنا جاءت الدبلوماسيه الخليجيه واستطاعت ان تلعب، وشرت قرار مجلس الامن 2216 الذي كان احد فقرات هذا القرار، قرار مجلس الامن اللي هي الاعتراف بعاصفه الحزم واقرارها من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي صدور هذا القرار اخمدت كل تلك المواقف التي كانت تنظر الى عاصفه الحزم بانها جريمه ضد المدنيين، قرار 2216 2016 نجاح دبلوماسي للخارجية السعودية، كان انتزاعه كلف الكثير من الثمن السياسي بالنسبة للسعودية، صحيح أن روسيا لم تصوت للقرار لكنها غضت الطرف، معنى مرر القرار،
وبالتالي هذا القرار يعتبر هو أحد مرجعيات العملية السياسية في اليمن، ويعتبر هو المشرع لعاصفة الحزم، بالإضافة إلى مؤتمر الرياض الوطني الذي عقد هنا كان بمثابة غطاء سياسي للعمليات العسكرية التي تمت في اليمن، وبالإضافة إلى 2216 قرار مجلس الأمن. يعني أوجه المعركة تعددت أوجه المعركة. طبعاً أصبحت معركة على الأرض، ومعركة سياسية ودبلوماسية، ومعركة حقوقية. اليوم الحوثي بسبب جرائمه، هناك توثيق لجرائم الحوثي بتعز في كل المحافظات، تقدم بكل المحافل الدولية، وهناك مقاومة دبلوماسية يقوم فيها مجلس التعاون الخليجي وتقوم فيها الخارجية اليمنية في المحافل الدولية لتعريف المجتمع الدولي بجرائم هذه الميليشيات، ومعركة على الأرض. وبالتالي بالأخير هي معركة على الأرض، كما قلت لك المواقف الدولية هي تتغير بناء على ميزان القوى على الأرض. من سيحسم المعركة على طاولة الحوار على الأرض سيحسمها على طاولة الحوار، وكما يقول ميكافيلي، قال لا يمكن أن تكسب على طاولة الحوار أكثر مما تصل إليه مدافعك على الأرض. بمعنى أنه لضبط اللقاء على العملية السياسية أو لوجود حلول دبلوماسية سياسية حقيقية وقلل المرجعية المتفق عليها، لا بد من عملية عسكرية تضعف ميليشيات الحوثي إلى الحد الأدنى، وتجعلها تقدم تنازلات حقيقية لصالح العملية السياسية. هي الآن في حالة مكابرة، هي الآن تستأنس لأطراف دولية تدعمها وتسوق لها الوهم، لكن بالأخير ستنتصر المقاومة، سيتلاشى هذا المشروع لأنه ليس له أي أسس سياسية أو قانونية أو جماهيرية أو أي حاضنة اجتماعية. نعم. هو مشروع سلالي طائفي. نعم. مدعوم من إيران، لا يمكن أن يطبق في اليمن كما حصل في لبنان لاعتبارات كثيرة جدا، على اعتبار أنه الجماعة الحوثية سلالية تركيبتها في المجتمع لا يتجاوز 5%، وبالتالي هم لا يمثلون غالبية، ولاعتبار أنه المجلس أنه الخليج الآن يقدم هذه التضحيات، السعودية تقدم هذه التضحيات للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن والمشروع الحوثي في اليمن، وبقاء الحوثي حتى فقط في صعدة كقوة يمتلك السلاح معنى ذلك استمرار تساقط القذائف على عسير ونجران، والسعوديين يدركون ذلك. لذلك لا محال لإنقاذ الوضع في اليمن ولكسب المعركة إلا من الانتصار العسكري. طيب. وينبغي أن يكون التركيز في هذا الاتجاه. ممكن قليلا حقيقة لنتعرف كيف قرأت مشاعر المواطن في الشارع حينها؟ كيف كنت تتحدث معهم؟ يعني ماذا كانوا يقولون لك؟ أنا سأقول لك مشاعر عدن، لأن أنا كنت في عدن، ومشاعر صنعاء بعض الزملاء تواصلت فيهم. يعني شوف، أنا أتذكر في صنعاء تواصلت اليوم الثاني مع شباب في صنعاء، قالوا لي أنه الناس ظهروا حتى في صنعاء القديمة اللي كانت تعتبر يعني اللي ينظر لها لأنها حاضنة للفكر الحوثي، قالوا الناس بعد الضرب كانوا في السقوف، أضربوهم، مستبشرين، ناس مكبوتين، حصار شديد على الناس، ما لك يعني الناس خرجت شيء تنفس حرية، أكسجين الحرية، كرامة. خرجنا في 11 فبراير من أجل الحرية والكرامة وحرية التعبير. جاء الحوثي يعني غلق على الناس، لا صحافة لا إعلام، صادر القنوات، غلق القنوات، اعتدى على الصحفيين، يعني مارس كل أنواع الترهيب، والناس ضاقت. الناس يقول انه الحوثي هو ادوات لعفاش، يعني انا بعرف والتمرير، يعني هو العفاش، وانه هذا هو الان جالس يؤدب كما قال، يعني هو هم يؤدب الناس، يؤدب الوطن بهم. هم شوف، صالح لم يعد قوي. انا ساقول لك، هو استخدم، هو احد الثعابين الذي يرقص عليه جماعه الحوثي، كما يرقص على القاعده يرقص على الحوثي، لكن الحوثيين حدثوا اختراقا في التركيبة القبلية. سنتحدث في هذا الجانب، خلينا في المشاعر. سنتحدث في هذا المحور. المشاعر كما قلت لك بالنسبة لعدن، خرجوا الناس يهللون لسلمان، ورفعت صور الملك سلمان في شوارع عدن. بدأت الشوارع في عدد والجولات تسمى بشارع الملك سلمان، مطعم الملك سلمان، مطعم يعني أسماء أبنائهم حتى أتذكر عيدروس الزبيدي، أول اب قالوا تسماه سلمان المحافظ طبعا. فهذا جاء يعبر عن حالة الفرح، أنه حالة الشكر وحالة كذا، أنه أنقذت اليمن من المشروع الإيراني، وأنه هذا التدخل العربي السعودي أنقذ اليمن من المشروع الصفوي الإيراني الذي كان سيلتهم اليمن ثقافة وحضارة وتراث. فهذا يعبر عن حالة الامتنان. الناس كانت في حالة مبسطة جدا في كل المحافظات، في تعز، خرجت مظاهرة، في تعز خرجت مسيرات، رفعت صورة الملك سلمان في كل مكان، حتى علقت صورة الملك سلمان في القاهرة. الأمة تحتاج إلى قائد،
الأمة تحتاج إلى قائد، الشعوب العربية تحتاج إلى قائد، إلى كاريزما، هي مستعدة لأن الأمة العربية مستعدة لأن تتخلق، بس تحتاج إلى قائد. نحن ينقصنا القيادة، إذا وجدت القيادة فالشعوب سريعا ما تستجيب وسريعا ما تشكل المشاريع الوطنية. نحتاج إلى قيادة، وبدليل الآن الملك سلمان عندما وجد هذا القائد تشكلت عاصفة الحزب، ثم تشكل بعد ذلك التحالف الإسلامي الذي يضم 45 دولة، ثم سمعنا عن الرعد الشمال الذي تعتبر أكبر مناورة في الشرق الأوسط، هزت أوروبا كلها. سنتحدث فيها لاحقا إن شاء الله في إطار البرنامج. إذا الحمد لله أصبح لنا جيش وطني، وأصبحت المقاومة يعني انتصرت في أكثر من موقع، رغم يعني أن بعض الجوانب الأمنية تحتاج إلى تركيز نوعا ما، وهذا يحدث في كل مكان عادة بعد التحرير أو بعد القضاء على الميليشيات في أي مكان، ولا ننسى العراق وغيره. الآن وصلنا إلى بعد مشهد المقاومة ومشهد الانتصار وهذه المؤازرة المستمرة من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، كيف قرأت انتصار عدن وانتصار مأرب؟ الحقيقة انتصار عدن كان انتصار كبير جدا، على اعتبار ان لها موقع استراتيجي كبير جدا. كانت ميليشيات الحوثي بدعم من ايران تسعى الى السيطرة على البنافذ البحرية حتى تستخدم كأداة للابتزاز، خصوصا باب المندب، على اعتبار انه باب المندب يعتبر مفتاح الاقتصاد العالمي والسيطرة عليه، يعني السيطرة على التجارة العالمية، وبالتالي استعادة هذه الجزر باب المندب عدن كان مثابة ضربة لميليشيات الحوثي. كذلك محافظة مأرب، هذه المحافظة تحرير هذه المحافظة، كانوا يسوقوا أنهم هؤلاء هذه الميليشيا لها تأييد إلهي ونصر طبعا إلهي، هم وأن على لا فكرة تهزم ويمتلكون مفاتيح على الجنة فكرة وكثير هم من هم 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 طبعا أنت لو تلاحظ أن معظم الميليشيات اللي تقاتل المقاتلين حق ميليشيات الحوثي هم من الطبقة الغير مثقفة، طبقة مسحوقة، هم من شمال الشمال، منطقة يعني كل اللي مقاتلين معهم من منطقة شمال الشمال، طبعا مقسمين إلى فئتين، فئة الزنابيل وفئة القناديل. فئة الزنابيل هؤلاء اللي يسموه الأسر الهاشمية، هؤلاء لهم بالنسبة يتعاملون معهم في تعامل خاص، يعني حتى المقابر لهم مقابر خاصة فيهم، تمييز عنصري طبقي سلالي. وفي الزنابيل هؤلاء اللي يستخدمهم عيال القبائل من مناطق شمال الشمال، هؤلاء يتم تجنيدهم عن طريق وهمهم بأن حتى وجدت المفاتيح الجنة في جيوبهم وأوراق وطلاسم، ويوهموهم أنهم سيذهبون إلى الجنة، وأن لأنه لأنه طيب، لأنه فلسفة أنا أجيب لك معلومة فقط. يعني أحد الأشخاص يتم تحديد كل شخص معين في قرية في 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 مديرية، أعطيني كذا كذا رأس، ها عنده رأس، ها أعطيك مبلغ كذا كذا في الرأس كذا كذا، يعني جند لي 20 شخص أعطيك كذا كذا. وطبعا ممكن نقول الدلالين كسبوا مبالغ غير عادية، يعني طبعا يروح يقنع الأطفال ويقنع في أمهات شمال الشيخ الأطفال. حتى نكون منصفين، والله والله إن صحيح حصلت هذه صحيح هذا الكلام صحيح، بس على اساس نكون منصفين، هذا الموضوع حصل لكن في مناطق شمال الشمال، في المناطق اللي فيها مستوى الوعي والتعليم منخفض، لكن المناطق اللي هي المناطق زي تعز زي عدن ما فيش اي تجنيد من حاضنه، لا توجد لهم حاضنه شعبيه، هم يقاتلون بحاضنه شعبيه شمال الشمال، هذه المنطقه ذات توجه زيدي، حاولوا ان يحرفوا العقيده في هذه المنطقه في هذه التركيبه لان يجعلوها 12 جاروديه، لكن سيفشلوا على اعتبار انه هذه المنطقه منطقه زيديه، والزيديه لا يوجد فرق بين الزيديه والشافعيه، لا توجد فروقات جوهريه، لكن هم ارادوا ان يحرفوا العقيده الى العقيده وفقا 12 للتوجه وفقا الإيراني يعني. التوجه الايراني في المنطقه. لكن انا قلت لك انه كلها هذه محاولات فاشله جدا، فهم يعني لن يستمروا طويلا، ما هي الا ايام سينهار هذا المشروع، لانه لنجاح اي مشروع وبقائه لابد ان يكون له حاضنه اجتماعيه، لابد ان يكون اسس سياسيه وقانونيه، لابد ان يكون له مجموعه من العوامل تتهيأ للانجاح، وبالتالي هذا هم لا يفتقدون اي مشروع سياسي لديهم، هم ينظرون انه ان الوصول الى السلطه حق الهي، لا زالوا يؤمنون بنظريه البطنين، نظريه البطنين انه هم الحق في اداره الكون في اداره الشعوب، وهم نعم لهم الاوليه نعم في اداره الشعب، هذا المنطق العجيب الذي يتنافى مع العقل، حتى مع العقل والمنطق لا يمكن مع أن يقبل، الدين والإسلام. يتعارض مع النقل والعقل، النقل اللي هو الكتاب والسنة
والعقل اللي هو المنطق والتفكير. هذا المنطق، نظرية البطنين لا يمكن أن يطبق في اليمن، ولا يمكن أن يقبل به اليمنيون على الإطلاق، حتى وإن استقوا بقوة السلاح. نحن خرجنا، الناس خرجت في ثورة 26 سبتمبر للقضاء على مشروع الإمامة، لا يمكن بعد 50 سنة أن يعود هذا المشروع من جديد. ثورة 11 فبراير هي استكمال لثورة 26 سبتمبر للقضاء على المشروع، لأنه صحيح قامت ثورة 26 سبتمبر، لكن لم يتم انتزاع الإمامة بشكل لبست ثوب جديد اللي هو ثوب الجمهورية. الآن يتم بناء الدولة الجمهورية، يتم تنظيف ذلك الزي أو ذلك اللباس الذي يعني ضحى الكثير من أبناء شعبنا اليمني من أجل تحقيق أهداف هذا الوطن. طيب، انتصارات متتالية، نحن اليوم في فرضة نهم، وهذه الفرضة كما يقول الكثير من لم يعلمه الزمن، يعني أو من لم يتعلم تعلم الفرضة، تعلم الفرضة ماذا يعني أبعاد معركة الفرضة الاستراتيجية والعسكرية. طبعا منطقة الفرضة، تحرير منطقة الفرضة له أبعاد عسكرية وسياسية، ولا أبعاد العسكرية. هذه المنطقة أولا تعتبر تلتحم بالحزام القبلي، يعتبر أول اختراق للحزام القبلي المحيط حول صنعاء. صنعاء تاريخيا تتكون من حزام قبلي، هذا الحزام القبلي ليس له ولا إيديولوجي، بمعنى أنهم انضموا إلى جماعة الحوثي ليس من ناحية عقائدية، بل يتعامل ببرجماتية عندما بدأ مشروع الدولة الثلاثة. عن إذنك أخي الكريم أستاذ باسم، المشاهد يريد أن يفهم منك، كلامك جميل ورائع، بس خفف السرعة، بس خفف السرعة طبعا الشيء واحد بحاول أتسفر منك. نعم، الفرضة، الفرضة، الفرضة قلنا لأنه تحقيق هذا الانتصار يعتبر انتصار عسكري. لماذا؟ لأنه يعتبر أول اختراق للحزام القبلي. صنعاء تحاط مجموعة بحزامين، حزام قبلي اللي هو الجبال المحيطة بها، وحزام قبلي أمني. هذا الحزام القبلي اللي هو القبائل سنحان، نهم، أرحب، بني حشيش، بني مطار، الحيمتين، هذا الحزام تاريخيا هو الذي يتم من خلال الدخول صنعاء أو الخروج منها. هذا الحزام يتعامل ببرجماتية، بمعنى أنه ليس له ولا عقدي أو أعتنق المذهب الاثنى عشري. عندما بدأ يتلاشى مشروع الدولة لصالح ميليشيا الحوثي، سهل هذا الحزام، حتى لو تتذكر أن ميليشيات الحوثي نصبت الخيام لمدة شهرين على أطراف على هذا الحزام، على مفاصل هذا الحزام، حتى تمكن من شراء الولاءات، ثم سهلوا دخول صنعاء. الآن الاختراق اللي حصل في قبضة نهم هو إرسال رسائل إلى هذا الحزام القبلي بأن الشرعية أصبحت على أطراف صنعاء، وأنها قادرة على حسم المعركة في صنعاء، وبالتالي على مدفعية المقاومة الآن تصل إلى أي نقطة من نقاط العدو داخل صنعاء. هذا سيعطي رسالة إلى هذا الحزام لباقي القبائل أن الشرعية قادرة على حسم المعركة، وبالتالي سنراهم يغيرون ولاءاتهم إلى صالح الشرعية، لأنهم لن يدخلوا في معركة خاسرة، سيخسرون كل مصالحهم داخل صنعاء وحتى على أطراف صنعاء من مزارع ومن حقول، وبالتالي لن يجازفوا بأن يدخلوا في معركة خاسرة مع جماعات الحوثي. وبالتالي وصول المقاومة إلى فرضة نهم سيعمل بمثابة اختراق لهذا الحزام القبلي، وسيكون بمثابة نقطة تحرك إلى أرحب، ثم إلى 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 عمران، ثم إلى ريدة، ثم إلى صعدة. وكما يقال أنه التحرك أو استطاعت المقاومة أن تطلع مناطق جبلية شاهقة، التحرك في 1 كيلومتر في جبال شاهقة يعادل ما 20 كيلومتر في مناطق ساحلية ومستوية. نعم. نقف هنا ممكن أخي الكريم لنشرك معنا الصحفي الإعلامي فهد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله. أخي فهد، تشكلت رؤية أخرى للتعامل مع مختلف التهديدات التي تحاك ضد المنطقة العربية ابتداء من اليمن وانتهاء بسوريا ولبنان والعراق والوطن العربي بشكل عام. كانت لعاصفة الحزم الدور الأول في بداية أو لبنة أولى من لبنات مواجهة العدوان ومواجهة المؤامرات. كيف تنظر إلى أهمية هذا العمل العسكري والسياسي منذ انطلاق عاصفة الحزم، والآن تتشكل التحالف الإسلامي، ونحن الآن نرى رعد الشمال ومناورات رعد الشمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بخير ولك وللضيف وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه عاصفة الحزم وإعلان التحالف العربي كانت وبكل المقاييس نقطة تحول في حياة الأمة، وما قبلها ليس كما بعدها. على مختلف المستويات، يعني كنا خلال العقود التي مضت أمة ليس لها مشروع واضح ولا قيادة واضحة ولا أمن قومي مشترك معروف.
والأبعاد، وليس هناك حتى بوادر أن العرب كانوا قادرين على أن يخوضوا حربا جماعية للدفاع عن أمنهم وعن مصائرهم المشتركة، ربما من نكبة 67 ومن حقبة القوميات والعدوان الفولاذي على مصر. منذ ذلك التاريخ لم يكن يدور في خلد أي عربي أنه هناك نية لدى أي قائد عربي أن يخوض حربا من أجل بلد آخر، أو أن هناك أي أرضية للاتحاد حتى 3 أو 4 دول في إطار مشروع معين، أو أن هناك جيوشا قد تهب في لحظة من اللحظات لإنقاذ بلد ما أو دولة ما تتعرض للعدوان، سواء كان هذا العدوان داخلي أو خارجي، وبدعم لخلايا داخلية كما هو الحاصل في اليمن. الحقيقة أن عاصفة الحزم والتدخل العربي وصعود الملك سلمان إلى السلطة وهذه المتغيرات الكبيرة جدا التي حصلت خلال عام واحد قد أدت إلى فرملة مشروع كبير جدا كان يراد له أن يبتلع المنطقة، وقد تعب الآخرين عليه، ولذلك يستميتون اليوم في الدفاع عن مشروعهم الذي دفعوا من أجله المليارات نعم وسالت من أجله أنهار من الدماء، من دماء الأتباع. طبعا نعم الإيرانيين يضحوا على أحلامهم بدماء الأتباع، يعني نعم الأدوات نعم، ويعتبرون اليمن كجغرافيا منطقة منخفضة الثمن جدا، ويعتبرون أيضا دماء اليمنيين دماء منخفضة الثمن، لذلك يئنون إذا سقط 10 من أتباعهم في سوريا أو في العراق، لكن أن يموت 100 في اليمن لا يتأثرون لذلك، وهذا شيء ربما لا زال إلى الآن غائب عن الوعي حتى لدى الجماعة المحسوبة على إيران في اليمن، إلا ما ندر نحن نسمع بعض الأصوات التي بدأت تدرك شيئا ما، أن هناك عملية ضحك كبيرة وأن هناك استهتار كبير من جانب إيران واستنقاص حتى لجماعة الحوثي التي ظنت أنها كانت رأس مال لدى إيران، واتضح أنها أقل من ذلك بكثير، وأن إيران ليست مستعدة أن تضحي بأبسط أوراق اللعبة من نعم أجل هؤلاء الذين في اليمن. وللأسف الشديد كنا ندعوهم مرارا ولا زلنا ندعوهم أن يجعلوا اليمن فوق كل الاعتبارات، لكن للأسف لا زال هناك من يحتفل بخطابات مصر الله السافرة التي تتدخل في اليمن، والتي أيضا تباهي وتفاخر بأنها كانت وما زالت لها يد في تدريب القتلة والقناصين نعم نعم والذين يطلقون القذائف، ويتفاخر أبو صالح اللبناني بأنه نعم أدخل المقاتلين الحوثيين من صهاريج المياه ليذبحوا أطفال دماج، نعم وهذه يا أخي لوحدها تكفي نعم واللي تجعلنا نلعن هذا الحزب الشيطاني ل10 سنوات يعني قادمة. نعم كانت هناك خطوة واضحة، هناك شفافية في التعامل مع العدو خلال الفترة الماضية، نعتبر أنه لم يعد هناك من جدوى من عدم تعريف العدو بشكله واسمه الحقيقي. أكيد، وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نستخدم كعرب المصطلح الذي كانت تستخدمه القيادة القومية العربية في بغداد في الثمانينات، وهو مصطلح العدوان الفارسي. اليوم أمتنا تتعرض لعدوان فارسي مكتمل الأركان بتواطؤ دولي واضح، إلا أنه المملكة العربية السعودية والإخوة في التحالف العربي، ثم ما عزز ما يعني التحالف الإسلامي الذي عزز التحالف العربي أيضا، كل هذه الخطوات الجريئة والمحمودة والمشكورة أدت إلى فرملة هذا التواطؤ، إلى أن تعيد حتى الدول الكبرى حساباتها فيما يخص المنطقة. نحن نشعر كمواطنين وكمحللين وكمراقبين أننا كنا قد يعني تم بيعنا في إطار صفقة يعني، وبيعت نعم أوطاننا. يعني أنا مثلا كمواطن من صعدة عندما أشعر أنني هجرت 14 هجرة
يعني من المديرية إلى مديرية إلى المحافظة ثم إلى محافظة أخرى ثم إلى العاصمة ثم من العاصمة إلى أب ثم من أب إلى تعز ثم من تعز هجرت إلى عدن، عندما أشعر بأن لمدة يعني أين كان هذا العالم؟ أين كان هذا العالم عندما كانت تتساقط هذه المحافظات بيد جماعة إرهابية فاشية تحرق كل ما أمامها، تنهب الأسلحة؟ يعني بالله عليك، لو كان هذا هؤلاء الذين اليوم يتغنون بحقوق الإنسان، أين كنتم منذ 17 يونيو 2004؟ الحوثي 10 سنوات يعني لم يتحرك ضميركم الإنساني إلا عندما تحركت أساطيل الدفاع عن الأمة، عندما هبت النصرة في عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن، عندما أعلن الإيرانيين أن اليمن أصبحت ولاية إيرانية، وتحرك العرب ليمنعوا استكمال هذا المشروع بعد أن تم تحقيق 90% من أجزائه، وثم أنتم اليوم تتكلمون وتتنطعون على التحالف وتتهمون اليمنيين الذين انتصروا لعروبتهم ورفضوا هذا المشروع الشيطاني، تتهمونهم بالعمالة والخيانة. أين كانت يمنيتكم وأين كانت وطنيتكم عندما كان الحوثيون يذبحون أفراد الجيش والأمن والمواطنين؟ متى خرجتم؟ مثلا قد يقول قائل نحن فقط ضد الحوثيين، هذا الكلام يتكرر، لكننا لسنا مع عدوان التحالف. أقول لهؤلاء متى تحركتم ضد الحوثيين لمدة 10 سنوات؟ أنا أتحدى شخص من هؤلاء أنه قد قدم أي موقف. هذه محاولة للالتفاف على المفاهيم وخداع الرأي العام، لكن الرأي العام اليوم أصبح خصيف، والشعب اليمني أصبح يدرك ويعي ماذا يدور من حوله، ويعي أن هؤلاء هم المتسببين بكل الجرائم التي تحصل اليوم. ولذلك نقول شكرا سلمان. هذه العبارة، هذه الكلمتين أصبحت كرصاصة تطلق على ميليشيات الحوثي في بعض السكنات، وقالوا أنهم يردون بغضب عندما يسمعون الأطفال يرددون هذه العبارة. أخي العزيز، هذه العبارة تزعج الإيرانيين كثيرا. ربما أنها من المفارقات الغريبة في اليمن أن ابن عمر أتى ليخدم إيران، وسلمان أتى ليكسر المشروع. يعني حتى الأسماء في اليمن أتت بغير مدلولاتها. أعتقد أن سلمان اسم أرق الفرس، مثله مثل الفاروق عمر بن الخطاب، مع اختلاف الظروف التاريخية واختلاف يعني. لكن بالنسبة لكسر الحلم الفارسي، أعتقد أن الملك سلمان ورث تركة ثقيلة وأمة كان يراد لها أن تسقط في براثن الاحتلال الفارسي، وكان وهم اليوم وقد اجتاحوا العراق وسيطروا على لبنان عبر ابنهم المدلل وحزب الله. وأيضا كل هذه الأشياء، كل هذه التركة الثقيلة استلمها سلمان، وخلال عام إلى الآن لا زال يناضل ويجاهد ويكافح ومعه شرفاء الأمة. ويشهد الله أن هذا الرجل وهذه الدولة اليوم التي تقاتل عن شرف وكرامة الأمة العربية هي الدولة التي تحظى بولاءنا، لأنها تقاتل عن مصير أمة. نحن أمة عربية لها شرف ولها كرامة، ويجب أن نقاتل عن هذا الشرف وعن هذه الكرامة، عن مصيرنا، لأننا نرى أننا مستهدفين في فلسطين، ومستهدفين في العراق، ومستهدفين في الشام، ومستهدفين في اليمن، ومستهدفين أينما ذهبنا. ولذلك إن لم نتحد فسيتم التهام قضايانا وأوطاننا على وجبة وجبة كما هو حاصل، وليس لدينا بديل إلا أن نتوحد، وليس لدينا بديل إلا أن نتحالف. بعد أن تحالف الفرس والروس والمجوس يعني وتكالبت علينا الأمم، ليس لدينا بديل، ولذلك يغتاظون من هذه الوعدة، يغتاظون من هذا التحالف، ويريدون أن نواجههم بكانتونات ومكونات صغيرة ضعيفة متهالكة تحت عناوين متعددة، ليسهل عليهم أن يلتهموننا. لكننا نقول لهم أننا أصبحنا نعي أن معركتنا معركة يجب أن نتحد من أجلها، وأن خندقنا هو خندق العروبة والإسلام الذي يجب أن نقف فيه، ولن نقف إلا في هذا الخندق وفي هذا المسرح. ولذلك نحن ندعو كل المثقفين وكل النشطاء وكل الدعاة وكل السياسيين أن نتسامى على جراحنا، وأن نترك كل العناوين الضيقة التي تشتتنا وتشرذمنا، لنستطيع أن نواجه خصمنا، فأن خصمنا قد وحد كل الاتجاهات في معركته مع العرب، معركته مع العرب، وأصبح
يقاتلنا صفا واحدا، ونحن من يجب ان نكون صفا واحدا. لذلك ندعو الفرقاء في اليمن ان نتناسى كل شيء في لاجل معركه الكرامه، فمعركه الكرامه تستحق مننا ان ننسى كل الجراح التي بيننا وان ننسى كل الحسابات. هناك من لا زال يعني يضرب حسابات، ماذا ساكون انا؟ ادعوهم ان نتخلى عن كل هذه الحسابات حتى نهزم الطاغوت الاكبر والشيطان الاكبر في اليمن، ايران واذنابها. شكرا استاذ فهد الشرفي رئيس رابطه الاعلاميين اليمنيين، شكرا جزيلا لك. شكرا. يعني حقيقه انت قلت عباره جميله في بدايه هذا البرنامج، انه تم ايقاف المشروع الايراني تماما في اليمن. في المنطقة حتى الآن يتم إيقاف المشروع في المنطقة. كانت إيران تسرح وتلعب وتمرح في العراق وسوريا. نعم. الآن هناك دعم للمقاومة لأحرار الشام، لجيش الفتح في سوريا، هذه الفصائل المقاومة الآن يتم دعمها من قبل النظام السعودي ومن قبل قطر ومن قبل تركيا لإيقاف المشروع الإيراني في سوريا. في العراق كذلك يتم دعم جبهات مقاومة ضد طوائف الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي لكن في اليمن أخذ في اليمن شكل أوسع وشكل واضح وشكل تم التدخل بشكل. الدولة استدعت، رئيس الجمهورية قدم طلب بشكل يعني نادينا بكل ما أوتينا من قوة للعالم لكي ينقذنا من هذه الميليشيات. ولأن اليمن ولأن اليمن بالنسبة للسعودية حديقة خلفية، وبالتالي الحديث عن يعني عمق تاريخي، عمق تاريخي وحديقة خلفية أي وجود للمشروع الإيراني فهو خنجر في 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 خاصرة السعودية، وبالتالي كان التدخل قوي وفاعل ومؤثر وبشكل سريع ودراماتيكي. يعني أربكهم تماما. خلينا إذا التعامل بشفافية مطلقة مع كل التحديات في المنطقة، لم يعد هناك مجال لأننا نشتغل سياسة إلا بمفهوم مصالحنا وما يعزز وحدتنا وما يكون قوة في ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة. حزب الله كان حاضر في مشهد اليمن منذ البداية، وكان هناك سكوت عن هذا الحزب. آخر مرة طبعا تسريب، يعني تسريب لفيديو كيف يتشدق بقتله للناس وتدريبه لقتل الناس. تعامل مع هذه الميليشيات، حزب اللات، أنا أسموه حزب اللات. نعم. حزب اللات هم، شوف، إيران تحاول أن تسيطر على المنطقة من خلال أذرع شيعية في المنطقة. يعني هذا يتماشى مع المشروع الإيراني حتى نفصل أكثر طبيعة الصراع في المنطقة. إيران تسعى عن طريق إيران إلى فدرلة المنطقة من خلال إلى فدرلة المنطقة من خلال استدعاء ثنائية السنة والشيعة. بمعنى هي تريد أن تدعم أذرع شيعية محسوبة على إيران في المنطقة لزعزعة أمن المنطقة ولتقسيم المنطقة سنة وشيعة، وبالتالي إذا تم تقسيم المنطقة وضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة على هذا الأساس يسهل إدارة الصراع من قبل أمريكا ومن قبل إيران. وبالتالي نحن نقول دائما الصراع الحاصل هو صراع، لا نقول هو سني شيعي، لأن المستفيد الوحيد من ذلك هو إيران. الصراع هو صراع المشروع العربي مع المشروع الفارسي المجوسي الصفوي، صراع مشاريع وليس صراع سنة، لأنه تشخيص الصراع على أنه صراع مذهبي يخدم اللاعبين الدوليين حتى يستطيعوا أن يلعبوا على هذه التناقضات. فبالتالي إيران قام هناك أذرع شيعية في المنطقة. عندنا الحوثيين، الحوثيين هم زيدية، و قامت عن طريق هذا الذراع الشيعي بتحويله ومحاولة حرفه منهجيا إلى الاثنا عشرية. في لبنان حزب الله، في البحرين كان هناك جماعات شيعية، في العراق كثير نعم، في العراق، في العراق وفي سوريا. وبالتالي هي تحاول عن طريق دعم هذه الأشرع الشيعية السيطرة على المنطقة واستعادة النفوذ الفارسي، النفوذ الفارسي في المنطقة وحضارة. وصرح بذلك حسين عبد الليهان عندما قال مشروعنا ستكون عاصمته بغداد وسيصل إلى الصين، يعني تكلموا بشكل واضح في هذا المجال. لكن هذا التدخل العربي أربك كل هذه المشاريع. نحن اليوم الدول الخليج قالت أن حزب اللات هو حزب منظمة إرهابية. وهذا موقف متأخر. المفروض كان هذا مثل هكذا تصريح أن يكون من وقت مبكر. حزب الله حزب طائفي سلالي، ليس قائم على بناء مؤسسي سياسي، ليس له برنامج سياسي، هو قائم وطني، ليس له برنامج وطني، هو ارتباط له ارتباطات بإيران، وهو ينطلق كل أدبيات الحزب هي طائفية منطقية، يعني حزبية، ما هوش مبني على أسس سياسية وطنية،
مثلها مثل ميليشيات الحوثي، ليس لديها برنامج سياسي وطني، لكنها أدبياتها تقوم على فكرة أنه الحكم في البطنين، وأنهم هم الأولى في إدارة البلاد، وأنهم هم والبقية عبيد، والبقية عبيد عندهم، فكرة السادة والعبيد قائم على هذا المشروع. وبالتالي حزب الله في اليمن بصماته واضحة، التسريب الذي سرب قبل يومين كان واضح جدا، ضباط لبنانيين يدربون ميليشيات الحوثي في أحد القيام في صعدة، وكان التسريب واضح، يدربونهم على القتل اليمنيين، على القنص، على الخطط العسكرية، على كيفية السيطرة، على يعني التدخل، يعني أصبح مثل هكذا تسريبات ما هي إلا تأكيد المؤكد. عندما كانوا يقولوا حقيقة أن هناك أفراد يتم نقلهم عبر صهاريج المياه، أنا كنت أقول أنها مجرد إشاعة. كانت إشاعة، لكن هذه التسريبات كانت بمثابة التأكيد المؤكد، أنا كنت متأكد أن هناك يعني وصلت في نقلهم مثلا في معركة تعز دخلوهم إلى القرى بصهاريج المياه. شوف أنا بقول لك، أنا مسألة إسقاط وفي عدن إسقاط صنعاء وانتشارهم وتقدمهم العسكري والترتيب والتنسيق، هذا أنا كنت أقرأه من أول يوم، أن هناك خبراء عارف قدرات الحوثي، أنا لا يفقه في شيء، لا يفقه في السياسة ولا في العسكرة ولا وليس له أي قدرية، قدراته محدودة، هم عايشين في الجبال، فكنت أعرف التحركات حقهم العسكرية، كنت ما أرى التحركات العسكرية حقهم والمواقف السياسية والتحركات شغل إيراني عرفت بالله. عرفت أن هناك خبراء خبرات عسكرية رفيعة المستوى من ضباط بالحزب الله وإيران يقفوا وراء هذا المشروع. المشروع كان كبير، حتى السعوديين هم استغربوا، يعني نحن نعرف الحوثيين ليس بهذا القدر من الذكاء العسكري ولا السياسي ولا، لكن تم تزويدهم بقدرات عسكرية وبخبرات عسكرية، هم الذين رسموا لهم الخطط العسكرية وتقدموا على الأرض. طيب هذا خليني بس أسأل، هل هذا الفيديو يعني تم الحصول عليه عن طريق الصدفة ولا تسريب له مغزى معين؟ لا ندري كيف، لكن قد يكون تم شراؤه تم بيعه، لكن هو الفيديو هو حقيقة 100%. لا نعم. طريقة التسريب قد ربما يكون تم شراؤه من احد الاطراف، لانه بالاخير هذه الجماعات هم يتعاملوا بطريقه برجماتيه، مال ممكن دفع مال في هذا الفيديو لشخص من جماعه الحوثي من وتم تسريبه، او من جماعه علي صالح وسرب الفيديو، او ربما قد يكون المهم معلن. اذا يعني لا يوجد اي مغزى لذلك، لكن طيب تاكد لنا الان ان هناك تدريب وهناك تدخل وهناك مؤامره تحاك ضد الوطن. المفروض كيف تنعكس هذه الرساله على المواطن البسيط؟ يا أخي هؤلاء الناس يأتون آخرين يدربوهم، هؤلاء الناس لديهم مشروع فارسي، هؤلاء الناس مرتبطين بحزب الله، هؤلاء الناس يعني الآن اتضحت الأمور أكثر. ما هي الرسالة المفروض التي يتقبلها المواطن البسيط، وأخص بالذات مواطن شمال الشمال، صعدة، صنعاء، ذمار، حجة، الجوف، عمران، مارب، عمران، المحويت، هذا المواطن هو يعني بالمحويت أمس 20 حوثي يتم يعني أصبحت المحويت كأنها هي التي نعم مشكلة، يستخدمون يعني عدم وعي الناس في هذه المناطق لتجنيدهم والزق بهم في معارك خاسرة وهمية. لكن أنا الرسالة الموجهة للمواطن في هذه المناطق أنه من كان يقاتل ولا يزال يقاتل في صف ميليشيات الحوثي عليه أن ينسحب قبل فوات الأوان وأن ينجو بجلده، هذا مشروع سلالي، هذا مشروع له ارتباطات بأطراف دولية وإقليمية، ليس مشروع وطني خالص، وليس هناك جنة كما يوعدكم السيد ويسلم لكم المفاتيح. أنتم تقتلون بطريقة عبثية، دماؤكم تشرب كمشروبات غازية، دعوا الحوثي وشأنه يلقى مصيره، وانضموا إلى الشرعية وإلى المشروع الوطني، هو من سيبقى، هذا المشروع زائل، هم الآن يزقوا فيهم في معارك وهمية بحجة أنهم سيذهبون إلى الجنة، لن يذهبوا إلى الجنة، سيذهبوا إلى الجحيم. نعم. هذا مشروع سلالي منطقي له ارتباطات إقليمية، يعني الآن بعد ما تشوفوا هذه جيهان واحد، جيهان اثنين، تسريب لخلايا من حزب الله وهي تدرب الحوثيين، بعد تصريحات إيرانية، تصريحات إيرانية بالتدخل بشكل، بعد كل هذا الكم الهائل من المعلومات والحقائق على التدخل في اليمن من قبل إيران، أما أنا لكم أن ترجعوا إلى رشدكم؟ أعتقد أنه على من يقاتل في الصف ميليشيات الحوثي. أين الوطنية؟ أين الولاء الوطني؟ ما فيش ولاء وطني، هذا مشروع سلالي. لا إله إلا الله. الموقف الخاص بدول الخليج قالت أن هذا الحزب هو طبعا بعد كل هذه الأحداث التي حدثت ابتداء من سوريا وانتهاء باليمن، هذا حزب يعني إرهابي، والتعامل معه أو أفراده
أو المؤسسات التابعة له أو شركات تدعمه يجب أن تكون حازمة. هذا قرار قوي، وعلى فكرة إيقاف 4 مليار دولار كانت تدفعها السعودية للجيش اللبناني مثل ضربة قوية جدا داخل على حزب الله في لبنان، وأثر عليه تأثير كبير جدا وأثر في الرأي اللبناني. أنا في اعتقادي أنه هذا الموقف كان ينبغي أن يكون منذ وقت سابق، والآن ما يثير استغرابي أنه الأمريكا باعتبارها تدعي أنها الأب الروحي في مكافحة الإرهاب، إلى هذه اللحظة لم نسمع لها أي تحصر الإرهاب فقط في الجماعات السنية، لم نسمع لها أن أدانت أي جماعة شيعية سواء جيش القدس أبو العباس وبدر أو فيلق القدس أو حزب الله، هذه الميليشيات الشيعية لم نراها تصنفها على أنها ميليشيات إرهابية مع أنها ترتكب بضائع أكثر من الجماعات المتطرفة السنية. هذا التماهي وهذا التناغم من قبل الأمريكان ومن قبل الأطراف الدولية مع الجماعات الشيعية هو ضمن مشروع لتقسيم المنطقة على هذا السياق ودعم ميليشيات الشيعية على في المنطقة كبديل موضوعي لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات السنية، ولكن هذا مشروع خطير جدا. بمعنى سأقول لك، في اليمن الأمريكان أكثر يدافعون على الحوثيين أكثر من الروس، هذه معلومة وليس تحليل. لماذا يدافعون؟ ينظرون أن بقاء الحوثي كجماعة مناقضة من حيث الفكر للجماعات السنية القاعدة سيكون بديل موضوعي في مكافحة الإرهاب على اعتبار أنه التدخل. هناك دولة ومؤسسة دولة وجيش تم تدريبه لغرض مكافحة الإرهاب في اليمن، تجيب لي ميليشيات؟ هم ما يشوش جيش وطني، هم يدعموا ميليشيات هكذا. حتى في العراق دعموا ميليشيات شيعية لمواجهة داعش والقاعدة في كل مكان، في اليمن نفس السيناريو، لكي يستمر الدمار، حتى يستمر الصراع ويستمر الدمار. والأصل أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب إلا في إطار بناء في, في, في أقل من, من, من نصف دقيقة. كيف ترى هذه المناورة الكبيرة التي استعدت لها الكثير من الدول وتقام في المملكة العربية السعودية؟ المناورة كانت حدث كبير جدا، هزت الرأي الأوروبي، رأينا الكتاب الأوروبيين كتبوا في هذا الموضوع كثيرا، فاجأتهم. كانت المناورة يعني لها ثقل كبير جدا، وكان لها تأثير على مجريات الحدث في المنطقة، من حيث لأنها من حيث عدد الدول المشاركة فيها، من حيث التسليح في هذا في 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 في, في هذا في هذا في هذه المناورة، وبالتالي هو حدث كبير وعظيم سيكون له ماذا بعده، وسيربك الأوراق كثيرة التي تحط ضد الأمة. نعم. وضد المملكة. أستاذ باسم الحكيمي عضو مؤتمر الرياض، شكرا جزيلا لحضورك. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، حتى الملتقى في حلقة قادمة. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.